بعض السلوكيات وربما الممارسات الخاطئة، لكن عنواننا لماذا يلجأ الأطفال إلى أخذ ما ليس من ملكهم، وكيف نعزز فيهم قدم الأمانة والحفاظ على ملكية الآخرين؟ بمعنى إذا ما لاحظت أنه طفل من أطفالنا قد لجأ إلى موضوع بين قوسين السرقة، كيف يجب أن تكون ردة الفعل ونتعامل مع هذا الموضوع بمعزل عن السرقات والفساد الكبير الذي يحدث هنا وهناك؟ نحاول نفلتر قدر الإمكان من المحيط اللي احنا عايشين فيه. الدكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك وفاء، وصباح كل مستمعينكم ومتابعينكم الكرام يا رب. الله يسعد صباحك دائما وأبدا. يعني قد يلجأ بعض الأطفال دكتور محمد إلى تصرف وسلوك مش صحيح، أخذ ما ليس من ملكهم. برأيك لماذا يبدأ الطفل بمثل هذا السلوك، وكيف يجب أن نتعامل في حال اكتشفنا بصراحة؟ يعني بدي أشكرك وفاء لأنه موضوع جدا جميل، وأشكرك كمان على عبارتك أخذ ليس بملكه، يعني بالنهاية هو أخذ ما لا يملك. هو بصراحة الطفل لا يميز بين السرقة وبين أخذ الشيء الذي لا يملكه، لسبب رئيس. أنا الطفل أصلا من غريزته سبحان الله، أو من الاحتياجات التي لديه، أو الأشياء الموجودة في هذا الإنسان أو هذا الطفل، كما لديه حب الفضول كمان عنده حب التملك. وحب التملك قد يجعله يعتدي على ما لا ليس له، يعني بمعنى آخر يعتدي على ملك مش ملكه، سواء كان بالأخذ أو بالسيطرة أو بالسطو أو بكثير من التصرفات من الأطفال. إذن إحنا نفهم رقم واحد أن الطفل عنده حب التملك. حب التملك إذا لم يشبع عند الطفل تظهر عنده هذه التصرفات، تصرفات أخذ الأشياء التي مش من حقه. طبعا بالإضافة لأننا دائما إذا عرف السبب بطل العجب. صحيح. دائما الأطفال لما يجي بتصرف تصرف بأخذ شغلة، ألم أو دفتر من زميله أو محاية أو براية أو سندويشته أو فلوسه أو مصروفه، وبيعمل تملك. الطفل دائما في ذهنه في نوع من أنواع المبررات اللي بتكون له. نعم، هاي المبررات قد تكون مبرر التملك، قد يكون مبرر الغيرة، قد يكون مبرر التقليل. الطفل يستخدم كثير من الأدوات ولديه العديد من المبررات اللي بتجعله يمد إيده على إشي يشيله. ممكن غيرة على فكرة، ممكن تقليد، ممكن تنمر، وممكن إشي أهم أنه طلب منه أن يفعل ذلك، ممكن طفل ثاني ضغط عليه. إذا مش كل تصرف بتصرف فيه الطفل أنه يتملك شيء مش إله، بأخذه أو السيطرة عليه أو سحبه بشكل أو بآخر بطريقة الخفية يكون الأمر فيه سرقة. إنما هو إما أن يكون حب تملك، إما أن يكون فقد، إما أن يكون مش مشبع هذا الطفل باحتياجاته، إما أن يكون تقليد، إما أن يكون غيرة، إما أن يكون انتقام. إذا كل تصرف يكون في الطفل من ورائه هذا التصرف في طريقة تفكير له، في هناك مبرر عند الطفل. وهون مهمة الأهل والآباء أن لا يتعامل برد الفعل السلبي للشديد، الضرب والاضطهاد والقمع والاعتداء دون فهم المعنى من التصرف اللي قام فيه الطفل. لأنه إذا عرف السبب تراجع بترجع مرة تانية، إذا أنا فهمت ليش ابني عمل هذا التصرف. وطبعا مش رح يقول لك إيه لقد كنت أريد أن أقلد، هو إدراك الطفل مش هيك. أنا بدي أكون عندي الوعي الكامل كأب وأم، أفهم هذا التصرف ليش عمله ابني وشو الداعي له، خصوصا لما يكون في فرق بين ما يأخذ أشياء بسيطة أو أشياء ثمينة، في فرق بين ما يأخذها من أقرباء وبين ما يأخذها من غرباء، في فرق ما يكون عمره 5 سنين عن عمر 15 سنة أو 13 سنة أو 12 سنة. كل هاي التصرفات تستدعي أن نفهم دائما هذا السلوك ونحلله، ثم من فيما بعد بنقول كيف نقوم هذا السلوك حتى نعدله بشكل أمثل الأفضل. طب دكتور محمد بصراحة احنا اذا هنا نتحدث عن عدة دوافع قد تدفع هذا الطفل الى اخذ ما ليس من ملكه، لكن عوامل مختلفة تؤثر على تقييم الموقف الذي امامنا. في نفس الوقت يعني قد يتفاقم بصراحة الوضع لان تصبح عادة لدى هذا الطفل، فكيف بالإمكان أن نتعامل مع مثل هذه العادة التي هي غير مرغوبة وغير محبذة ومحرمة في ذات الوقت؟ جميل. هو نتفق أنه سلوك خطأ، نتفق أنه انحراف سلوكي وليس بطريقة سليمة وسوية، نتفق أنه في مبرر أو في دافع عند الطفل ولد عنده هذا السلوك وجعله أن يسرق، أن يمد إيده على إشي مش إله، على أشياء مش إله ومش من ملكه. لكن الأهم كيف نتعامل مع هذا السلوك. إذا أنا عرفت سبب هذا السلوك، سببه تقليد، رغبة، تملك، اعتداء، تطاول، يعني بكثير. أنا عندي أذكر قصة من القصص وفاء،
الطفل كان عمره تقريبا 9 سنوات. هذا الطفل 9 سنوات دائما كان ياخذ الفلوس من والدته ومن عمامه، ياخذ الفلوس. وطبعا اكتشفوا الاكتشاف الاقرباء ونزل الاعمام في ضرب وتكسير لدرجة انه لما احضر عندي هذا الطفل كان بحالة يرثى لها. طبعا انا اخذته واحتضنته وطردت اعمامه وخليت والدته ووالده يستنوا برا. خلال ساعة ونص من النقاش والمحبة عرفت وين بيخبي الفلوس. بيخبي الفلوس وفا، وهي مهمة كتير، تحت درج العمارة في الشايش، يعني مش احنا في درج، فبكون قاعد بحطه هناك. فهو طبعا اعترف لي يا حبيب. فكان السؤال الاهم حبيبي، طب يعني انت ليه بتعمل هيك حبيبي؟ بقول لي الله ينتقم منهم بيجيبوا لي شيء اللي بدي اياه. مرات مرات الطفل لما بتطلع على الاشياء والاهل بيكون عندهم المنع، وتعرف بعض الاهالي بيكون عنده الحرمان مبالغ فيه او الاضطهاد مبالغ فيه او القسوه مبالغ فيها. فالطفل بيحاول ينتقم او بيحاول مرات يجيب الاشياء اللي بيحبها تقليدا باصحابه او بدي بس هذه نوعيه من الاطفال، لانه في البعض بيسال طبعا مستفسر من هو الطفل الذي نتحدث او تتحدث عنه هذه الفئه العمريه. في اطفال ما شاء الله احتياجاتهم متوفرة، حتى الكماليات متوفرة، كل شيء عندهم مشبع، ولكن قد يصل فيه الحد أي يمد يده على ليس من ملكه. هاي حالة بنسميها عنده حب تملك. إذا هو هذا الكيس أو هاي الحالة عنده كل شيء متوفر، جايبين له ماما والبابا ومش أصلي معه، بس بمد يده الولد. إذا هو عنده حب التملك أخذ الأشياء اللي تريسها. هون سلوك هذا يحتاج إلى تعديل. هذا السلوك من العدل. طب كيف يتم تعديل؟ رقم واحد نرفع قيمة الأمانة عند الطفل جدا. صحيح. رقم اثنين نرفع قيمة محبة الله. رقم ثلاثة نرفع قيمة الرقابة. رقم أربعة نضع له أدوات الرقابة عليه. رقم خمسة نعاقب حسب عمره. نعاقب مرة ثانية، حتى ما هو العقاب الذي نعاقبه فيه؟ إما أن يحرم من أمر معين أو يخصم من مصروفه بشكل متدرج. بمعنى راح طال 50 شيكل من جدته أو 100 شيكل من عمته، انا بعطيه مصروف شيكلين، بقول له شيكل ونص لك ونص شيكل بتحطه بالطب مشان تسدد الدين اللي عليك. وكانني ولو كان بالتقسيط الممل، ولكن انا اذكر انه هذا السلوك المرفوض، بدك انت تدفع ثمنه علشان انا يتعدل سلوكك. اهم شيء عندي نرفع رقابه الله ومخافه الله ونعظمها عند الطفل. وهون الامر ياخذ وقتا، الموضوع مش كبسه زر، ما حدا يفكر انه اخطات يلا حاسبه وحطه بالسجن. لا، هنا تعديل سلوك. اذا الموضوع له علاقه في مضمون القيمه عند الطفل، في مضمون الفهم والوعي ونرفعه. الوعي الايمان طبعا الاطفال ما دون 12 13 سنه الاشياء المجرده ما بيفهموها وفاء. يعني ما بيعرف هو الايمان ومحبه الله وما بيعرف. صحيح. احنا بنروح بنعززها من خلال النظر، السلوك من خلال الافعال، لانه هو التصويرات والاشياء التي يراها والتي يتفاعل معها اكثر. فهو نعظم عنده الامانه، نعززها من خلال القصه، من خلال الموقف، من خلال سلوك الاباء والامهات. هذا مهم جدا ومهم هيدا نركز عليها دكتور محمد بصراحه، سلوك الاباء والامهات، لانه احيانا من موقف بسيط الطفل لما بشوف بتعلم. كثير احنا الستات بنلاقي من وراء الازواج فراته، بتعرف دكتور هي تخصصنا، فرات الشواكل اللي بنلاقيها هون وهون. فمشان هيك أول ما بنلاقيها جميل حتى لو قدام الطفل، وبتعرف إنه زوجك ما بينزعج لو أخذتيها، بس مش غلط نعزز هذا الموقف إنه يي هذه مثلا الفلوس لازم نسأل بابا عنها. وصدقا والله لما بنعمل هاي المواقف، وأنا صدقا بصراحة أنا بالنسبة لي بعملها. ليه؟ لأنه لما بتشوفني باخد شيكل لو شيكل من دون استئذان رح تعمل نفس الشغلة، رح تعمل نفس العمل، لانه زي ما بنحكي اللي بنسرق اللي بيسرق الصغير بيسرق جمل بعدها دكتور. 100%. في نقطتين هيك صغار تسمح لي. الاولى قصه سريعه برضه كمان من المواقف اللي حدثت معنا. طفل صف رابع بتم القاء القبض عليه بالمدرسه انه بيسرق. طبعا بيجي الاب بينظر عليه، ابوه بينظر على الولد، فبقول له بتسرقش وحرام وحرام. فقال له بابا مش احنا وياك لما بننزل نشتغل بالداخل بشوفك دائما تسرق من المعلم تبعك. يا الله يا سلام. فالولد طص، ابوه قال له يعني انت المعلم تبعي؟ يعني بمعنى مرات اطفالنا ببرائتهم بيعتبر انه طب ما انت عملت. هذا دليل قديش الموضوع خطير. فالاقتداء مهم، وانا بشكرك على انه قضيه القدوه. رقم اثنين مهم كمان، ما اعلم ابني على السرقه. طب كيف اعلم ابني على السرقه؟ الاهمال.
كثير من الآباء والأمهات يترك المال بين أيدين الأولاد وبتركه بقول لك عادي خليهم يشبعوا. هذا خطأ فادح وخطيئة يقع فيها كثير من الأباء والأمهات. على العكس أنت لازم تعلم ابنك الحرص وتعلم ابنك الأمانة وتعلم ابنك المحافظة وتعلم ابنك على أنه يدير ماله وليس المال متاحا بكل سهولة. فكأنك أنت بتنصره والمال السائب بعد الواحد السر وهذه صحيحة تربوية صحيحة. فبدنا نكون كمان نعلم أولادنا الحرص وكل حالة بحالتها وفاء حتى نقدر نتعامل مع الطفل. لكن مهم جائما نتذكر أنه طفل يحتاج إلى تعديل سلوك. ولما أعجز أنا كأب وأم أبحث عن مختصة يساعدني في تعديل سلوك ابني حتى أعززه، مش أفضحه بين عماته وعمامه وأفضح البلد. طويل إيده واسمع بصير هذا أطول من إيده خفيفة. تعرف هذا المصطلح دكتور، إيده خفيفة، فبصير في كل العائلة يا حرام. هو بجوز مرة عملها ومش بقصده مش مدركي هذا إيده خفيفة، أعوذ بالله تفوتوش عندك على الدار أو ضلك راقبه، سكر الغرف لما بيجي. إجمالا في كمان مشاركة دكتور سريعا، أنا منعرف أنه أنت وقتك ضيق، لكن أحيانا المبالغة في الحرمان أو المبالغة في العطاء قد تؤدي إلى موضوع السرقة، أليس كذلك؟ 100%. إحنا دائما نقول بدنا نكون عندنا الاعتدال دائما بكل شيء. سبحان الله الوسطية والاعتدال من أهم القواعد التربوية. دائما أنت لما بيكون عندك مبالغة في الحرمان الشديد تحول الطفل إلى أن يكون لديه احتراق داخلي فينتقم. وإذا كان عندك المبالغة في العطاء الشديد فيكون مهمل وبيكون عنده عطاء كمان غير سوي، لأنه في النهاية بيصير إنفاقه كمان غير سوي. أنا دائما بقول لابد أن يكون معتدلا، يعني قاعدتنا العمرية ليس كل ما يشتهى يشترى ولكن ليس بحرمان، بمعنى أنه في رغبات عند الأطفال لازم نحققها بالاعتدال بالأشياء القليلة ولو بالحد الأدنى مع شرح التفصيل للطفل. حتى لو ما كنت معه، يعني ابني معيش أشتري له مثلا لبسة فلانية أو أجيب له أسكليت معين أو أجيب له حاجة معينة وبقول لي طلعت فلان وصحابه يا بابا هاي المقارنة، بقول له الحمد لله هذا الوضع اللي احنا نقدر عليه، لكن صحيح. إن شاء الله مع إيدنا بإيدك مع بعض، وممكن أورجيه بعيونه. أنا دائما أورجي ابني كم قدرتي وكم حجم المال وقديش أنا بقدر عشان يفهم ويكون عنده نوع من الرادع الداخلي وكمان الإشباع الذاتي، لأنه سبحان الله النفس البشرية كمان وفاء طماعة. صحيح. يعني سبحان الله إحنا وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. خلينا نتذكر دائما صحيح. علشان نقدر نكبح جماح هذه النفس البشرية برفع الإيمان ورغم رقابة الله عز وجل، وكمان بدنا نعززها بالعطاء والحب والثناء ونبدأ ندرب أنفسنا علشان يكون نفس سوية، لأنه ليس سهلا علينا أن نزكي تلك النفس إلا بالأفعال الطيبة. 100%. يعني الله يجزيك الخير دكتور محمد، وشكرا جزيلا الشكر على هذه الكلمات الرائعة والتذكير المهم. أشكرك دكتور محمد بشارات خبير التنمية البشرية، شكرا جزيلا لك، ومهم جدا نذكر الأهالي نحن القدوة إذا أردنا أن ننشئ أجيالا صالحة وأن نسعد بسلوك وتصرفاتهم لنراقب أنفسنا. يعني في مواقف إحنا بنعملها غلط مرات، لما بصفن بينه وبين حالي بقول طب ما مثلا ما أنا لنفرض بدي أمنع أطفالي من التلفون، طب ما أنا بمسك التلفون لنفرض في هذه الأمور، طب أنا لما بدي أعمل هيك وبدي أمنع الأطفال يسووا هذا الموقف ما أنا بعمل. فنراقب أنفسنا، نشوف تصرفاتنا، وبعدين بنبلش نمارس دور الأبو والأمومة على الأطفال، ودور وإحنا كمان ناصحين لهذه الأجيال. نواصل مع حضراتكم ولكن بعد